بنصبح على حضراتكم مرة تانية ونشرة مفصلة عن أحوال الطقس النهاردة. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، الطقس هيكون مائل للبرودة صباحا، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. خلونا نتعرف على تفاصيل أكثر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. طبعا الجو رجع بره التاني ولا إيه؟ إيه أخبار الجو النهاردة؟ بالفعل يمكن اليوم ويمكن من أمس كمان بنشهد في انخفاض في درجات الحرارة مستمرين في اليوم وعلى مدار الأيام القادمة بسبب تأثرنا بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا. الكتل دي منخفضة ومعتدلة تماما في درجات حرارتها، بالإضافة كمان لامتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض. المنخفض ده بيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، فالسحب دي بتحجب جزء من أشعة الشمس وتساعد بشكل كبير على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة. بالأمس العظمى كانت 26 درجة مئوية، اليوم كمان هتنخفض وتكون 25 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى. بالنسبة للمناطق الساحلية بتنخفض أقل من القاهرة، بتكون 21 درجة مئوية. عشان كده نقدر نقول إن الطقس خلال فترة النهار طقس دافي على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، مائل للدفء على سواحلنا الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط، من مائل للحرارة الحارة على محافظات جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده خلال فترات النهار. كمان خلال فترات النهار وخلال فترات الليل بيكون في نشاط للرياح سرعاته ما بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة. نشاط رياح ده في أغلب محافظات الجمهورية هيساعد بشكل كبير على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة فترة النهار، وفترات الليل هيخلينا نحس بمزيد من البرودة فترة الليل، لأن كمان فترات الليل الصغرى انخفضت ما بين 14 إلى 15 درجة مئوية. أجواء فترة الليل وخاصة في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر هي أجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء، خاصة زي ما ذكرنا أن في نشاط رياح يخلينا نحس بقيم درجات حرارة أقل كمان من ال 15 أو ال 14 درجة مئوية. مع وجود السحب المنخفضة والمتوسطة هيكون طبعا في فرص لسقوط الأمطار، شاهدناها بالأمس على محافظة الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ. اليوم متوقع استمرار لفرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية، أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، مرورا طبعا بمطروح والإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. المناطق دي كلها معرضة لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة من اليوم، لكن مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. الأجواء اللي فيها انخفاض في درجات الحرارة والأجواء الربيعية دي متوقع أن هي تكمل معانا حتى يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله، يعني الأجواء مستقرة فيها انخفاض في درجات الحرارة. مع يوم الثلاث تبدأ تدريجيا الكتل تأثر علينا، تكون كتل هوائية صحراوية، فتبدأ تدريجيا درجات الحرارة تتجه نحو الارتفاع حتى نهاية الأسبوع إن شاء الله. عشان كده احنا بنأكد على كل السادة المواطنين مهم جدا ناخد بالنا من نوعية الملابس خاصة فترات الليل. لو احنا خففنا فترة النهار فترات الليل لازم نصطحب معانا الجاكيت، لان هنحس بالبرودة خلال فترات الليل. الناس اللي بتخرج فترة الليل او فترة الصباح الباكر لو معانا اطفال مهم جدا يعني نرتدي الجاكيت او ناخد معانا الجاكيت لو حسينا بانخفاض درجات الحرارة نرتديه. هيكون في عودة للشبورة المائية مع منتصف الاسبوع، فمهم جدا قائد المركبات والمسافرين على الطرق تكون القيادة بهدوء تام. ما زلنا في فصل الربيع، فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، مهم جدا يوميا نتابع النشرة الجوية، نعرف ايه درجات الحرارة، نعرف ايه الظواهر الجوية، عشان قبل ما نخرج من البيت نقدر نتكيف مع اي ظواهر جوية مختلفة. طبعا احنا بنتابع مع حضرتك يا دكتورة منار النشرة الجوية يوم بيوم، واكيد المشاهدين ياريت ياخدوا بالهم طبعا من النصايح اللي حضرتك قلتيها. مهم جدا الفترة دي يبقى خصوصا لو معنا اطفال جاكيت بالليل. امبارح فعلا كان الجو برد بالليل. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا بقى دلوقتي مع بعض نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة العظمى هتكون 25 والصغرى 14، والعاصمة الإدارية 26-15، في الإسكندرية 21-15، وفي العلمين الجديدة 21-16، مطروح 20-15، ودمياط 23-16، بورسعيد 22-14، والإسماعيلية 26-14.
نروح للسويس هنلاقي العظمى 25-16 وفي العريش العظمى 23 والصغرى 13، في كاترين 22-5 وفي طابة 24-18، حلايب 26-22 وشلاتين 29-21، شرم الشيخ درجة الحرارة العظمى فيها 30 والصغرى 19، أما في الغردقة فالعظمى 30 والصغرى 20. وهنروح سريعا للفيوم، العظمى هناك 26 والصغرى 15 وبني سويف 26-15، الوادي الجديد 29-18 وأسيوط 27-15، سوهاج 28-17 وقنا 30-18، الأقصر 32-19 ونفس درجة الحرارة في أسوان 32-19. وبكده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، وهنرجع تاني دلوقتي لبسنت ومصطفى عشان نعرف منهم أهم الأخبار والأحداث النهاردة. عودة ليكم مصطفى وبسنت. شكرا لك يا هلا.